والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نلتقي لليوم الثاني في جامعة ورقلة، جامعة المضيفة، جامعة ريادة الأعمال والابتكار بامتياز. لقاؤنا اليوم هو تكملة ليومين دراسيين بجامعة ورقلة للحديث عن القرار 1275، هذا القرار الوزاري الذي يهدف إلى حصول طلبة التخرج على مذكرة على شهادة جامعية، شهادة مؤسسة ناشئة. وأتى هذا القرار ضمن التوجه الاستراتيجي الجديد لوزارة التعليم العالي والمنبثق أساسا من التزامات السيد رئيس الجمهورية فيما يخص جعل الجامعة الجزائرية قطب إشعاع محلي ودولي وقاطرة للتنمية المحلية. إذن نهدف من خلال هذه القرارات وهذه الأيام التحسيسية إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الأوساط الجامعية وخاصة الطلبة المتخرجين لتثمين أعمالهم الجامعية، والتي كانت تنجز على شكل مذكرات ورقية لا يستفيد منها الطالب في مجال التوظيف ومجال الشغل. الآن نسعى إلى تثمين هذه الجهود وخروج الطالب الجامعي خلال مسيرته الدراسية بمؤسسة اقتصادية أو مؤسسة ناشئة تسمح في تنويع الاقتصاد الوطني، تعزيز الثروة وخلق مناصب شغل جديدة. يرافقنا في هذا العمل خبراء اللجنة الوطنية التنسيقية وكذلك مدراء الحاضنات للمؤسسات الجامعية. وحقيقة قد تم يعني العمل بهذا القرار لمدة سنة كاملة سابقة، كانت سنة تجربة وحققنا فيها نتائج جد جيدة وجد مشجعة. تم الحصول على ما يفوق 367 مشروع مبتكر حاصل على وسم الله بالمشروع المبتكر، وهو جاهز لأن يكون مؤسسة ناشئة. أيضا تم تسجيل ما يفوق 1400 براءة اختراع وتسجيل 800 مشروع مصغر جاهز للتمويل كمؤسسة مصغرة، بالإضافة إلى مناقشة ما يفوق 6500 مذكرة في إطار هذا القرار. هي أرقام لسنة أولى، سنة تجربة الأولى كانت مشجعة، أعطتنا الحافز للمضي قدما لتسجيل أرقام إضافية ولجعل هذا التوجه هو توجه الرائد في المؤسسة الجامعية. ونأمل أن تكون الجامعة الجزائرية جامعة حقيقة خلاقة للثروة، جامعة مساهمة في التنويع الاقتصادي، وجامعة هي والأستاذ الجامعي والأسرة الجامعية لهم الدور والأثر الإيجابي في تحقيق الجزائر الجديدة بعون الله.
إذا حاضنة الأعمال لجامعة ورقلة وواجهات المقاولاتية اللي هي مركز التطوير المقاولاتية، مركز دعم التكنولوجيا والابتكار لوكاتي، وإذا مركز الربط بين الجامعة ومحيطها لوبلو. إذا اليوم نحتضن اليوم الثاني أو نرافق اليوم الثاني من اليوم الدراسي المتعلق بشرح أهم النقاط الموجودة في القرار المسيري 1275 حتى يتمكن من طلبتنا من الانسجام بشكل جيد مع هذا القرار الوزاري. إذا بالنسبة لجامعتنا، إذا كانت في حملات إعلامية سابقة، كانت في حملات إعلامية على مستوى الكليات وعلى مستوى الأقسام وجوارية مع الطلبة، واليوم إن شاء الله باش تكون فيه معناها بعض الأسئلة اللي تكون إضافية حتى يتمكن طلبتنا من فهم جيد لهذا الأمر، وأكيد معنا تجربة السنة الماضية لمؤسستنا إضافة إلى التوجيهات المقدمة من طرف أعضاء اللجنة الوطنية باش تكون عندها إضافة مميزة لنشاط السنة هذه إن شاء الله. السلام عليكم، انا الطالب ميمي محمد الجلالي، متخرج ماستر دو اوتوماتيك وصاحب مؤسسه ناشئه نت سيرفيس او جي اكس. المؤسسه الناشئه هذه هي مختصه في قطاع الرقمنه. البدايه نتاعي كانت مع الحاضنه الجامعيه ودار مقاولاتيه، ثم انخرطنا في القرار الوزاري 1275. هذا القرار الوزاري الحق هو قرار جد مهم بالنسبه لاي طالب حاب يولج الى مجال المقاولاتيه، حيث انه راح يدخل في عدة دورات تكوينية. هذه الدورات التكوينية راح تؤدي إلى تأهيله من أجل أن يصبح يتحصل على شخصية المقاول. وأنا ننصح زملائي الطلبة اللي راح ينخرطوا في القرار الوزاري 1275 أنه فرصة كبيرة باش يجسد فكرة المشروع تاعو على أرض الواقع ويصبح صاحب مؤسسة ناشئة ويخلق فرص عمل زملائه الآخرين. تطبيقا للقرار الذي جاء في خضم المؤسسات الناشئة، جاءت فكرتي من أجل تعزيز أو فتح مشكل حاصل بمجال القانون خاصة في المجتمع، على أمل أن تكون هذه الفكرة ناجحة، على أمل أن يتم قبول هذه الفكرة ويتم تجسيدها على أمر الواقع. الجامعة تبدأ تدير السجل التجاري وتكري لونتربريز وتروح تطلب التمويل من الصندوق الوطني لدعم المؤسسات الناشئه. الحل التقني هذا اللي جبتو نعطوه ابعاد اوسع. تاع الهيئات كيفاش تعمل، كيفاش ملي تجيب التجهيزات، كلش كاين الاجابات تاعو. ندقوا لهم من ناحيه السلامه العلميه، من ناحيه امكانيه التطبيق، من ناحيه نروح مباشره مرحلة ثانيه. واش هي هذه المرحله؟ هي من تعرض المشروع تاعك في المنصه الالكترونيه، يقول انا عندي مشروع. هذه مشروع